السلام عليكم، الزلف الله، وان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. واش راح نقول لكم؟ راح نقول لكم الصحه، رمضانكم ان شاء الله يا ربي تصوموا بالصحه ولهنا. على بالي باللي تقول لي روتار باش قلت لكم صحه رمضانكم، مي الله غلب الظروف اللي خلاتني ما نحطش فيديوهات في هذا رمضان هذا. وكنت تعرفوا الصيام وطياب والكوزينه هذه قاعدك ما نخرجوش منها، والدراري والقرايه ديالهم على بها ما قدرتش نحط لكم فيديوهات هذه. وتانيت انا كنت مريضه شويه، عيانه شويه، على بها ما قدرتش نحط لكم فيديوهات هذه يا حبيباتي. وانا توحشتكم، يعني سي فريمون توحشتكم بزاف بزاف. ان شاء الله انتم تاني تكونوا توحشتوني كيما توحشتكم انا. هذه هي حبيباتي كيما راكم تشوفوا هذه الطريقه الطويله هذه، ونحات الديني راحت الديني للشبلال، الجوايه تاع الشبلال. راح نروح واحد لافونت هذه، قلت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو هذه. فريمون كان الحال الشباب، الجو كان شباب بزاف كيما راكم تشوفوا. بدات تدخل علينا هاد السميشه هادي، ويتنحنا لانج هذاك وستريس تاع لانج هادي يا حبيباتي. على بالي بزاف الناس اللي راهي حابطه للمغرب ولا للجزائر ولا لتونس، كل وحده حابطه لبلادها في هذا الصيف هذه. وتانيت ان شاء الله قريب او جاي العيد، على بالي راكو تحوسوا كاع هذيك حوايج تاع العيد. بيان سور نحوسوا لا كاليتي ولي بخي. راني جبت لكم واحد لافونت هذه، كنت ديجا صورت لكم فيديو هنايا. انا كنت شريت العام اللي فات بزاف حاجات عنده وفرحوا بهم بزاف الجزائر، سورتو يما تانيت ديت لها واحد البالغينه هكذا تاع مايكل كورس، كانت رخيصه، وواحد الساك واش نقول لكم، يعني ما شاء الله فريمون عجبوها بزاف ماما. وتاني ترجعتها بابيشا، فوالا اللي حبت تقلش ماليها في يعني ماليها غير تروح عليها، تروح لهاد المغازا راهو يجيب حاجات بزاف. انا ويا خاوتي نحب نروح لعندو، وعليه تاني نحب كيما نخلصوش هادوك لي طاكس هادوك شحال نكرههم. ان شاء الله يا ربي قاعدتك كندا، ان شاء الله لي مغازا تاع كندا ان شاء الله قاعدتك ما نعودوش نخلصو هادوك لي طاكس، معليش يدخلوهم لداخل. المهم كي تكون 40 40 ولا 30 30 ماشي تروحي يعني لاكاس تزيدي تخلصي بزاف على هادوك لي طاكس. فوالا كيما راكو تشوفو هنايا هاد لي صندل هادو تاع لابلاج ولا تاع لي بارك. شوفوا يا خوتي هادي انا نقدر نروح بها للعرس وما نخافش، سي فريمون يعني شابين ما شاء الله، والله شابين وخفاف خفاف، ولي بخيت ديالهم تانيت ملاح كما راكو تشوفوا. كاين مام هادو تاع لي في هادو تانيت، هادو تاع هادو لي تاع لي غارسون. شوفوا تانيت شوفوا شحال شابين ما شاء الله، يقدروا تانيت يستعملوهم مام في الدار. انا كون ما نروح للجزائر ندي منهم، سي فريمون خفاف يعني ما شاء الله هايلين. من في الجزائر يعجبوهم بزاف باسكو نلقاهم تاوعنا اللي نجيبوهم عندنا يجيبوهم شويه يابسين. هادو والله ما شاء الله خفاف خفاف هايلين كيما راكو تشوفوا فيهم، وفيهم انواع وليكولير نقول لكم ما شاء الله. فوالا وتاني راح نوري لكم واش جاب قاعدك في هاد المغازا هادوما. بزاف واش كاين، كاين حوايج تاع زيرو ال 24 موا سي سا البنات، لي غارسون ما عندهمش بزاف، ما جابش بزاف هاد الخطره باسكو كل خطره واش يجيب هو، كل خطره واش يجيب في هاد المغازا. هنا وصلت لبلاصه فيها غير لي مايو، قلت لكم زيرو 24 موا، سي فريمون اي سون كيوت هادوك لي مايو. تشوفي واحد تنسي واحد، تشوفي واحد تنسي واحد، يعني تشوفوهم شحال شابين ما شاء الله. لي كولير واسمو لي موديل واش نقول لكم ما شاء الله. اللي حبت تشري لي مايو فوالا بالك تدي معها للجزائر ولا هنايا يدخلوا ولا تدي ولادكم لا بلاج. راكم تعرفوا الصيف رانا نحوسوا كاع هذيك على لي مايو، سي فريمون يعني شابين ولا كاليتي. هذه هي حبيبتي، انا نكمل نوري لكم يعني درت جوله صغيره باسكو كانوا بداو يزيدوا يحطوا بزاف حاجات في هاد. انا قلت لكم لقيت غير كيما بدا يحط، مازال ما صورت لكمش يعني كلش. نتوما كي تروحوا تضربوا دوره بيان سور راح تلقاو واش حبيتو ان شاء الله. انا قلت لكم يعني جاب الحوايج من زيرو 24 موا، وكاين تانيت شويه البنيته تاع 12 سنه وشويه تانيت لي غارسون، ما كانش جاب بزاف هاد الخطره حقر لي غارسون، الكثره جاب بزاف البنات باسكو كل خطره هو واش يجيب في هاد المغازه هذه.
هذه هي، انا راح نخليكم باش تكملوا يعني جولة في هذا المجازة، هذا راح تشوفوا واش صورت انا تما من الحوايج. الصباب الثاني كانت لا مارك بزاف تاع جيوكس، ونقول لكم واحد الصبابات ما شاء الله، راكو تشوفوا جيوكس في لي مجازة كي تروحوا تشريوها سي فريمون غاليين، راهم يديروا 180 يعني غاليين بزاف، تما راهم يديروا غير 30. راني صورت لكم لي بخي، راني صورتكم وتشوفوا شحال هذوك لي باسكيت شحال شابين بزاف وخفاف وتانيت لي بخي سي سا. كيما راكو تشوفوا انا هادي كل حبه وحدها، انا درت اونصوبل كل حاجه وحدها، وانا درت اونصوبل خاطرش يتباعوا بياسات وحدهم وحدهم. تقدر ديري هكا جيب مع ديري لولو تاعو. واش نقول لكم يعني نتوما كي تضربوا الدوره راح تشريو بزاف حاجات، قلت لكم سيرتو البنيتات الصغيورين. هذه هي حبيبتي، انا نخليكم باش تكملوا يعني تكملوا واش كاين واش صورت لكم في هذه، باسكو قلت لكم هو مازال ما حطش كلش، انا صورت لكم غير شويه. ان شاء الله انتم تضربوا دوره راح تلقاو ان شاء الله واش يعجبكم، وانا نحط لكم بيان سور في صندوق الوصف راح نحط لكم لي دات، راح نحط لكم واسمو لادغاس بيان سور، راح نحط لكم لادغاس. هذه هي حبيباتي، انا نقول لكم باي مع فيديو واحد اخر. انتم ما تنساوش اللايك وما تنساوش يعني لي كومونتير زوينين كيما انتم باش نزيد انا، تشجعوني باش منين تكون هكذا كاش همزه ولا نزيد نحط لكم، على بالي بلي مازالكم تحوسوا نزيد نجيب لكم. انا نقول لكم باي مع فيديو اخر.